مشاهدينا الكرام ارحب بكم في قضية جديدة من قضايانا. اليوم نتكلم عن قضية حقوق الحيوان بالسعودية. بس يا ريت ما تضحكوا من هذا الموضوع وتقولوا طيب يا دكتور خالد يا ريت نتكلم عن حقوق الانسان بالاولى. بصراحة انت تستحق المديح. لان كلامك صحيح. ولكن تعال وفكر معي. لو الإنسان بيرفق بالحيوان كيف تتصور أنه تكون مشاعره تجاه الإنسان؟ علشان كده يا ريت نشجع بعضنا البعض بالرفق بالحيوان وبقية أمورنا كلها بإذن المسيح تتصلح ونصير في أمان فقط للأمانة هناك العديد من أفراد شعب الحبيب يحبون الحيوانات وانا شخصيا كان عندي 64 بسه واثنين من الخيل واختي وبنت اختي نحب البسس واجد وحنا ثلاثه في عيله واحده بس اذكر الاخت فرح بجده وهي وزوجها يهتمون بالبسس ويربون اكثر من 200 بسه بيتهم طبعا هم امريكان واذا عرف السبب بطل العجب طيب أنا ما بتكلم مع الطيبين من أفراد شعبي وهم كثر والحمد لله، نشكر الرب يسوع المسيح عليهم. لكن ودي أوجه كلامي لهدول اللي لما نشوف بسة بالشارع يحرف سيارته علشان يدعسها. ليش؟ ليش كل هذا الشر؟ هو أبوك ولا أمك يضربوك وطلعت معقد؟ أنت مش عارف إنه البسة كائن حي ويمكن عندها هموم ومشاكل مثلك؟ حتيجي وتقول لي طيب ديننا الإسلامي أمرنا بالرفق بالحيوان أرد عليك وأقول طيب ليش ما تطبقه وتلاقي الناس بالغرب يرفقون بالحيوانات ومن وين جاهم هذا الموروث بالرفق بالحيوان أكيد من تعليم المسيح على فم نبي الله موسى اللي هو أصلا من عندنا من الشرق الأوسط اسمع كلام الرب وهو يقول ستة ايام تعمل عملك واما اليوم السابع ففيه تستريح لكي يستريح ثورك وحمارك ويتنفس ابن امتك والغريب هذا بسفر الخروج 23 12 صدقني لو موسى عايش وموجود الان كان حيقول لنا كمان علشان يستريح سواقك وخدامتك بصراحة أنا غار من الغرب ليش هم يرفقون بالحيوان والإنسان وحنا لا ليش هم يشوفون كل مخلوقات ربنا طاهرة وحنا نقول الكلب نجس والخنزير نجس والحمار نجس مع أنه المسيح ركب على الحمار في النهاية أبغى أحط هذه القضية أمام عرش النعمة وأصلي أن الرب يسوع المسيح يستخدم كل شيء من أجل خلاص شعبي روحيا ونفسيا وجسديا بالمسيح يسوع آمين